يسعد اوقاتكم جميعا ويعطيكم الف عافيه. برجع بحييكم من جديد، انا معكم طلال نحلاوي بحلقه جديده من مع طلال. برجع بذكركم بالهدف الاساسي تاع البرنامج. هدفنا انه نحن دائما مثل ما بقول لكم نحن بنشوف كثير على السوشيال ميديا وبنتعرف على حالات وبنشوفها بالابيض والاسود، يمكن بيضل بعض الخفايا، بعض الحقائق اللي نحن بنحب انه نعرف فيها اكثر، لانه احيانا علاج حاله هو مجرد صوره قبل وبعد او حتى بعض التفاصيل. في بعض الامور ممكن نحن نستفيد منها وممكن نتعلم منها، فلذلك هذا هو هدف برنامج مع طلال، واللي انا عم بحرص انه نكون دائما معي ضيوف مميزين من بلدان مختلفه من الوطن العربي. طبعا انا ضيفي اليوم ومثل العاده نحن بنفوت ستريت تو ذا بوينت وبنحاول نطول، نحاول هيك خلال 30 دقيقه ان شاء الله نوصل للمعلومات اللي بدنا اياها. ضيفي لليوم ضيف صديق اخ عزيز، انا يمكن تعرفت عليه من حوالي 3 سنوات بدبي باحد الكورسات كنت عم بعمله عن بروكن فايل، فلفت نظري دكتور ابراهيم عمرو، حبه للاندو وشغفه بشكل كتير كبير ويعني حبه للتعلم. يعني كان بتذكر كل اللي خلصوا التاسك تبعه هو يضل يرجع يعمل سن واثنين وثلاثة، فلفت نظري صراحة. وبعدين صرنا أصدقاء وصرنا نتابع مع بعض هيك، تابعوا على السوشيال ميديا فشوف عنده باشن اللي هو يحب يوصل المعلومة من خلال الحالات اللي بيعرضها. دكتور إبراهيم عمرو هو خريج جامعات أوكرانيا عام 2001 من كلية طب الأسنان، وحصل على دبلوم عالي في المداواة الطبية من مصر عام 2019. شوفوا بين 2001 و2019، فهذا بدلنا على انه هو محب للعلم ومحب للمتابعة، وهذا هي رسالة لكل مين لسه عم يفكر انه تابع تعليم ولا ما تابع تعليم، فهو اكبر مثال عنا. فهي نقطة. ونقطة ثالثة ايضا هو عضو هيئة تأسيسية لمجموعة طباء الاسنان الفلسطينيين اللي هي جمعية الاندو. هون كمان انا بوجه تحية كتير كبيرة لصديقي دكتور باسم رئيس الجمعية، ان شاء الله هيك بنشوفه على خير، بترجع الايام وبنرجع اللقاءات نلتقى مثل ما كنا. فاليوم الدكتور إبراهيم حيحكي لنا عن حالة حلوة صراحة، أنا اخترت من بين الحالات اللي بعتها، لأنه برجع بقول هو مو شرط تكون الحالة اللي احنا نعرضها هي هدفها الأساسي تكون من واقعنا ومن صلب عملنا بالعيادة. فحالة اختلاط صار مع زميل اللي حول له الحالة، عمل كراون على السن فصار التهاب عصب بعد الكراون، وهي شغلة بتصير معنا. فدكتور حاول يعمل emergency treatment صار معه اختلاط، ومن هون حول له للدكتور إبراهيم وهون بلشت القصة. طيب كلياتكم رحبوا معي مع الدكتور إبراهيم، منرحب فيك، أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور طلال، يسعد مساك ومساء الجميع، يسعدك نتشرف فيك. كيفك دكتور؟ سلام الله يخليك ويسعدك دكتور نتشرف. الله يسعدك يعطيك ألف عافية، منور دكتور إبراهيم. سلام بوجودك دكتور طلال، تسلم الله يخليك يا رب، أخو غالي وعزيز وغالي والله. حبيبي حبيبي، شو كنت عم نحكي أنا وياك تحت الهواء، عم تقول لي أنتوا عندكم لوك داون بسبب الكوفيد قاعدين اليوم فما عم تداوموا، وشو صاير شو صاير بالضبط؟ في كيسات كتير يعني كورونا؟ أينا في فحوصات زيادة، في حالات زيادة، ما في فحوصات ولا بتمشي الأمور بأعداد قليلة هيك. يا رب الله هيك إن شاء الله الصحة والعافية للجميع ونقدر نوصل. برجع بذكركم نحن هلا جميع المتابعين عم يتابعونا، اهلا وسهلا فيكم جميعا. خطر ببالك اي سؤال مباشره نحطه على الكومنتس، انا بحاول اقرا ونقي الشيء المناسب ومباشره نوجهه للدكتور ابراهيم. دكتور ابراهيم يا ريت لو تشير سكرين وتعطينا الحاله مباشره، نحن كلياتنا وي ال اور ايرز. شير سكرين معك. يلا تمام صار عندي، وهي ابروف دكتور وانا بالانتظار. يلا تفضل دكتور. اول شيء سعد مساك ويعطيك العافيه، شكرا على الاستضافه دكتور طلال، تسلم شكرك كثير حبيبي حبيبي الله يخليك. اعمل عرض دكتور. اوكي ثاني واحده. البيش تاعنا طبعا 30 سنه، هو معلم مدرسة. دكتور أنا ما عم يطلع عندي، ما بعرف في شباب ما عم يطلع عندي الشير سكرين البرزنتيشن، أنا طالع عندي. طيب أنا بس لحظة هأرجع أعمل لك ريموف ورجع أنت قاد عمل شير مرة تانية لو سمحت. أوكي طيب رجع عمل شير سكرين بالله لو سمحت. أستوب شيرينج وهاي شير سكرين من جديد. شير للبرزنتيشن مثل ما عملنا بالتيست دكتور. اوكي ما عماله ما عم يطلع والله دكتوري. يلا ولا يهمك.
ولا يهمك. زي ما يجي الشير ف هيك. كيف دكتور؟ دكتور عم يطلع الشير السكرين اللي عندي. انا بدي شير. انت عم تعمل شير ابلكيشن ولا شو عم تعمل دكتور؟ لا لا لا، للبرزنتيشن للديسكشن. كيف انا ما عم يطلع عندي، عم يطلع على الشاشه تبعي. ما بعرف اذا حدا عم بياكد لي من اللي عم يحضرونا. حدا بياكد لي من عم يحضرونا؟ تمام. بدك تشير البرزنتيشن، شير ابلكيشن عمل دكتور لو سمحت. اوكي هيك هي عماله عاملها. طيب هيك ما طالع عندي، انا طالع عندي السكرين عندي. طيب انت ليه دكتور؟ لا تمام. انت طيب انت وقفت الشير. لا تؤاخذون، نعتذر منكم جميعا اللي عم يتابعونا. بعتذر مش بايدي الموضوع، غريب ليه هيك عماله بصير. ولا يهمك دكتور، مرة ثانية ما في أي مشكلة. هاي مرة ثانية شير سكرين ابلكيشن ويندو. هاي ها اوكي تمام. هلا تمام دكتور. يلا بسم الله. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنشوفك حبيبي. يلا تفضل. مريضنا 30 سنة، هو معلم مدرسة. إجانا في بين على العضة على المضغ. طبعا هو ميديكال افيت. ايش اللي حصل مع مريضنا؟ طبعا مريضنا راح كان عند زميل عامل له تحضير وعامل له كراونات على 35 36. صاير اوفر بريبريشن فيهم. فعندنا في بين كان صاير مع المريض سيمبتوماتيك بالبايتس الظاهر. فالامرجنسي اللي دخل فيها الدكتور امرجنسي تريتمنت، في خلالها صاير بيرفوريشن عند الزميل. فتلقائي زميلنا حول لنا الكيس. طبعا للاسف البيشنت نفسه اجانا بعد اسبوع من التحويل. لاجانا المريض اول شيء عملنا الاكس راي بالابيكال اكس راي. شو يلي شفناه عند المريض بالابيكال اكس راي؟ عندنا في بيرفوريشن كبير في البيرفوريشن اريا، في عندنا ليجن، في عندنا كمان روكانالز هون. على الكلينيكال اكزامينيشن بنشوف هون في صوره اخذتها من الميكروسكوب، في عندنا البلد اللي موجود طبعا ناشف لانه له مده اسبوع. فهذا اللي شفناه احنا مبدئيا. طبعا على البيريو بروب ديبث كان 1 ملليمتر، هذا نورمال. طبعا البروجنوزس بور بالحالات اللي زي هاي. طيب دكتور منيح كثير. هلا انا لفت نظري لنقطه وانا هي حكيتها كمان من البدايه. ليش ممتاز هي؟ خلي لي هي الصوره هون. ممتاز دكتور الفكره. ونحن كلياتنا بتصير معنا يا جماعه، كلياتنا بنحضر كراون وبعد ما بنحط مثلا سيمنتيشن، او حسب ما فهمت كان عامل له سيمنتيشن، لكن على ما يبدو مثل ما صار في اوفر بريبريشن، مع العلم انه المريض عمره 30 سنه، يعني حجم العصب صغير، فهو غالبا السبب انه اوفر بريبريشن. في ناس بيقول لك اخي يا ريتني انا سحبت العصب، يا ريتني عملت روت كانال قبل ما عملت الكراون ولا ريحت راسي. طبعا هي احد الاسباب ان المشكله هو مو من السن، فهو في خطا صار ما اثناء التحضير فادى انه يصير عندنا التهاب العصب. وهي النقطه انا اللي بدي اكد عليها، انه هو عامل الكراون اللي عمل له تمبرري سيمنتيشن وحاول يعمل اكسس كافيتي. عم نطلع كلياتنا بنلاقي الدبس تبع البيرفوريشن كتير عميق. يعني الدكتور هون انا بدي اياك تفسر لي ليش دكتور ابراهيم، ليش هالدرجه برايك دخل الدكتور وراح للفوركيشن اريا وعمل هالانسقاب الكبير للسن محضر، وخاصه لما بتكون رايحه الاناتومي تبعه؟ ما هو بنحكي على الاناتومي انها ضايعه اول شيء. تنتين السن محضر بتكون الطول تاع البلب شامبر قصير هون، فشكله بيلتهي الطبيب او بنسى هذا الموضوع، لهيك بروح بالتحضير بالبير دايركت، فبنزل وبضيف تفاصيل كلياتها لانه تمام. عشان هيك احنا بنأكد تماما، بنأكد لما نعمل روت كانال تريتمنت انه نفتح البلب شامبر سن ما عمل له بريبريشن، بس ننتبه لهالنقطه ونأكد على الاكس راي. تفضل دكتور معك. نحن هلا هون زي ما حكينا انه في عندنا بيرفوريشن بنلاحظه في البيرفوركيشن اريا، في عندنا ليجن موجود للتاخير اللي حصل اللي هو مده اسبوع. طبعا بنقرا كمان شغله هون زي ما حكينا نارو كانلز. هلا من خلال البير ابيكال اكس راي احنا ممكن ناخذ كمان الاطوال الموجوده للروتس في هاي الحاله. طبعا عملنا كمان للاكزامينيشن كلينيكال اكزامينيشن اللي هي السي تي بالحاله هاي.
هلا من خلال السي تي عمالنا بنشوف شغله كمان هون، اللي هي منطقه البرفوريشن، حجم البرفوريشن، عدد الكنز اللي موجودين في هاي في هذا الضرس، وهذا يلي احنا بنستفاده من موضوع السي تي. طيب انا دكتور اذا بتسمح لي، انا بس في عندي خطر ببالي سؤال، اذا من نطلع على هالصوره هي اللي انت هلا عارضها، وهون انا يعني باكد على النقطه اللي حكيتها، انه نقرا الصوره قبل ما نشتغل، وانت منا قريت وشفت البيرفوريشن والحجم تبعه وشفت الكنالز انه ضيقين، فانت تخيلت التشالنج اللي ممكن يكون عنا. انا عم بطلع على الديستال روت، الديستال روت اذا بتطلع معي دكتور بتلاقي الكنال واسعه، هلا بالميجيال روت الكنالات ضيقه، لكن بالديستال روت الكنال واسعه هيك لبدايه الابيكال ثيرد، فجاه عند الابيكال ثيرد ما عاد شفت خيال كنال. برايك نعم. هاي المعلومه شو ممكن تفيد؟ هون بنركز على نقطه انه غالبا بده يكون في تو كنالز بهذا الروت، لهيك ضاعت عندنا التفاصيل تاعت الوان كنال، هذا دليل انه مش وان كنالز في الديستال روت بالحاله هاي، وهذا الحكي هذا الحكي اكدنا اياه سي تي في الحاله هاي. تمام. فاذا السي بي سي تي ضافت لنا اكدت لنا هالمعلومه اللي احنا شكينا فيها بالبيري ابيكال اكس راي. نعم دكتور. هلا هون في مشاكل تواجهنا بالحاله هاي بحكم عده شغلات او عده تفاصيل. الاساسيه هون انه الحاله محوله، هذا الحاله المحوله انت ما بتعرف كم الكومبليكيشن اللي واجهت زميلك، لهيك هو اضطر يحولها. هلا كمان نقطه انه الضرس نفسه محضر للكراونات، فهون ما في عندك تفاصيل تقراها من الاناتومي تاعت التوث نفسه، لهيك السلم حضر مشكله، الالم اللي عند المريض مشكله، والبيرفوريشن مشكله اضافيه، خصوصا تم استخدام البير بالتحضير، وكان بعتقد انه كان شوي اجريسيف للعمق القصير البلب شامبر. نعم هلا هاي المشكله كيف احنا بدنا نروح نحلها وشو اللي بيلزمنا عشان نحل هاي المشكله؟ حكينا احنا التشخيص هو اهم نقطه مهمه لنا، لهيك اخذنا الاكس، ومهم جدا لان هون الدراسه اللي اخذناها من الاكس راي من البري ابيكال والسي تي نيجي نطبقها على ارض الواقع، وكنا بحاجه هون في الحالات زي هاي فقط ماجنيفيكيشن، بدون ماجنيفيكيشن احنا رايحين نضيع، فكل التفاصيل هاي اصبحت موجوده قدامنا. هلا بدنا نبلش نشتغل فيه ونبحث عن الكنلز، وهذا شيء جدا مهم هون. نهائيا ممنوع استخدام البيرز، يفضل بالاندودونتك تيبس سكيلر، هاي نقطه جدا اساسيه لانه التحضير بده يكون بطيء وبخفه، وبرشنج بده يكون في المنطقه اللي احنا بنعرف الرفس فيها وين راح تكون للكنلز. لهيك استخدمنا. طيب معناها بفهم منك دكتور انه استعملت الالتراسونيك تيبس، تنصح هون انه لانه هون في نقطه بدنا ننتبه عليها، انه هون ما عاد عندي اناتومي للفوركيشن اريا، فالكنالز موجوده على الحيطان، فانت التراسونيك ممكن عم تنظف فيها اذا في اي دبري اجت على الكنال. طب شو بتنصح شو الراس اللي بتنصح فيه، او خليني ما اقول احنا مشان ما نحكي شو اسمه اسماء تجاريه كامسيله ممكن، لكن شو الديزاين تبع الراس تبع الالتراسونيك اللي بتنصح فيه، دايموند كوتد مانو دايموند كوتد بول اندد، شو بالضبط بتنصح فيه؟ هلا هون اللي بنشتغل عليه اللي هو الرام سمول تيب، نعم هو اللي ممكن يعطينا التفاصيل هاي باقل التحضير للدنتين، هو اللي ممكن. هلا كمان نقطه مهمه جدا هون، يمكن واحد من زمايلي يجي يحكي لك طيب يا دكتور احنا ما في عندنا ماجنيفيكيشن، ما في عندنا مايكروسكوب، شو الماجنيفيكيشن ممكن نستخدمه؟ طبعا تلقائي ممكن نستخدمه اللوبس، وهذا شيء مهم جدا، واللوم اسعارها كثير منيحه وممكن الكل يوجدها عنده بعيادته. زائد كمان مهم جدا يكون عارف المورفولوجي للتوث نفسه بحيث انه يقدر يحصل على التفاصيل اثناء التحضير في الالتراسونيك تيب. هاي من النقاط اللي جدا مهمه، ونهائيا ممنوع استخدام البير. هلا في قاعده علمنا اياها الدكتور طلب انه دائما نبدا بالقناه الكبيره، بس هون انا يمكن بحكم انه في عندي اربع قنوات لازم ابلش بالديستال صحيح بحكم انها الكبيره، بس بحكم انهم اربع قنوات راح ابلش بالقنوات الابعد عن البيرفوريشن اريا. كمان نقطه بده يحكي لي زميل طب يا دكتور ما في عندنا سي تي مثلا، او ما في مكان قريب، او التايم مش معي اروح احولها او استنى لبكره او زي هيك، في عندنا امكانيه نستخدم السلوب تكنيك بالحاله هاي، وهيك ممكن ناخذ تفاصيل وقراءه افضل لموضوع الاعداد الكنلز، اعداد القنوات، اطوالهم، الموقع تبعهم. سألتني دكتور على التب اللي ممكن احنا
خليني دكتور ابراهيم بس ضوي بس على السلوب تكنيك. السلوب تكنيك هي اختصار للسيم لينجوال اوبوزيت بكر. فدائما لما نعمل نحن ميزيا اي من نفس الجهه نفس جهه الازاحه فهي هي السلوب تكنيك. فاذا رحت للميزيال بتروح اللينجوال كانال للميزيال، اذا رحت للديستال بتروح اللينجوال كانال للديستال. فهي هي السلوب تكنيك للي ما عنده فكره عنها. ايه دكتور فكنت عم تحكي لي على الديزاين تبع الالتراسونيك تيب. الالتراسونيك تيب هذا نفسه اللي بستخدمه اللي هو موجود عندنا بالصوره هون، هو راس صغير جدا طبعا بنستخدمه بالحالات الزهايه بالبحث زي ما حكينا برشنج بده يكون عارفين شويه الاناتومي هاي اللي بنبحث عليها، والسي تي بيساعدنا اكثر وين نبحث عن الكانالز بالحاله هاي. هلا اهم شيء بالكلينيكال تيبس للشغل تستعمل اريشن تعمل مي معه ولا بدون مي دكتور لما تشغل الالتراسونيك معه؟ بس طبعا مي على السلاين، وهذا شيء كثير منيح لانه بيساعدنا بتنظيف الوول زي ما شفنا بصوره سابقه لما طلعنا على الـ على الـ على البلب شامبر ممتلئ بالديبريز يعني. فانت بحاجه شغلات تساعدك انك تنظف الديبريز من هون، تشتغل مع ماي بنظف لك اكثر وبساعدك برؤيه افضل. تمام دكتور. اوكي هلا هون بلشنا نشتغل. طبعا اهم شيء الايزوليشن، اشتغلنا على الربر دام، حكينا بنشتغل بالاندودونتيك التراسونيك تيب وهذا الشيء جدا مهم. ومهم جدا طبعا يكون داخل عندنا موضوع الاريجيشن بالحاله هاي، وهو اللي اشتغلنا عليه اكيد الصوديوم هايبوكلورايد. بلشنا بالمانيوال فايل 8 10 15، بحكم انه في عندنا هون فور كانلز ونارو كانلز احنا مش محتاجين توسيع كثير، فبده يكون عندنا التحضير حتى على الروتري 0.4 كافي، ما في داعي للروح لاحجام كثير كبيره. نعم. لهون بدي احكي على شغله بالصوره هاي، لما اخذنا الماستر كون بنشوف اكثر من مشكله هون، او يمكن حدا من زمالي لاحظ هذا الشيء. في عندنا اول شيء شورت ماستر كون بالميزر كانال، في عندي بالديستال كانال الجوتا راحت على منطقه البيرفوريشن، وهذا الحكي بده حذرنا انه نكون يعني حذرين في ادخال الجوتا في الكون فيت لما ناخذ صوره الكون فيت او في الاوبتريشن. هلا هون انا اهميه الماجنيفيكيشن، هون بيجي اهميه الماجنيفيكيشن الرؤيه، وضويت على نقطه هون كمان مشان نحن احيانا بقول اخي ما كلياتنا عندنا مايكروسكوب، اللوبس قادر انه يساعدني كثير بهالحاله. نعم دكتور. نعم صحيح. في كمان نقطه هون حاب احكيها، بيجيك واحد من زمايلي مثلا بيجي يحكي لك انت مستخدم هون ال حاط لك لام بالعكس مثلا. هلا بالمايكروسكوب وانت من اللي بيستخدموا المايكروسكوب دكتورنا، لما احط الكلام بالعكس لاني بشتغل اندايركت على المايكروسكوب طبعا بتصير الرؤيه افضل لما تبعد الكلام عني. فهي اللي انا كلينيكال تيب. تمام مشكور عليها. نعم ممكن اذا ممكن نركب الكلام بالعكس بس مشان نخلي المرايه بالاندايركت فيجن. نعم صحيح لانه اصعب شوي الشغل على المايكروسكوب. هلا الستيب اللي اشتغلنا عليهم بالحاله هاي عملنا اوبتريشن طبعا للاول، بعدين سكرنا منطقه البيرفوريشن، بعدين حطينا الحشوه النهائيه. بس في خطوات هون طبعا هي المهمه، يعني جيت انت فرجيتنا يا دكتور صوره وحطيت الحشوه وخلص وخلصنا، لا هون استخدمنا في نقاط لازم نعرف. استخدمنا البيوسيراميك سيلر وكان كثير مهم لنا بالحاله هاي، فيما لو اثناء الاوبتريشن طلع من عندنا شويه سيلر راحت على منطقة البيرفوريشن إنه ما نتأثرش كتير، وهذا إشي جدا مهم. النقطة الثانية بعد ما سويت الأوبتوريشن حطيت كلوركسيدين، أنا كاتبهم النقاط هون، كلوركسيدين جيل 2% تقريبا 5 دقائق على منطقة البيرفوريشن بحيث إني أحصل على تعقيم أعلى قبل تطبيق مادة الـ MTA بالحالة هاي. وحطينا طبعا بعدها الجلاس آي نومر، وهي هون موظفين التفاصيل هاي كلياتها وكيف الريزولوشن تاعتهم بتكون على الاكس راي ما بين الجلاس اي والبيرفوريشن قبل. معلش هلا ممكن واحد يخطر بباله سؤال، طب انت رحت عملت الروت كانال حسب ما فهمت منك، عملت الروت كانال اول وحشيته وحطيت بايو سيراميك سيلر وبعدين سكرت الام تي اي، طب ما كان فيك تسكر بالام تي اي بعدين؟ شو اللي خلاك تاخذ هالارينجمنت هذا؟ شوف دكتوري اول شيء انا بعرف انك بتحب الاسئله الدقيقه هاي
ركز عليها ليش رحنا هيك. أول شيء في دراسة في المجلة البريطانية لطب الأسنان بال2016 منشورة بتحكي كالآتي. أول شيء المانجمنت تاع إغلاق الأوبريشن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بيحكي إذا في عندك بيرفوريشن وفي بليدنج يفضل إنك تروح تسكر البيرفوريشن للأول والنكست فيزيت تعمل الأوبريشن. هلا الدراسه اللي منشوره في المجله البريطانيه لطب الاسنان بهذا الموضوع بتحكي كالاتي: اذا فيش عندك بليدنج وفي عندك رؤيه جيده، في عندك الافضليه والاسهل لك انك تروح تعمل اوبتريشن بعدين تسكر بالانتي اي. فانا اعتمدت الاسلوب الثاني اللي هو الاوبتريشن، خصوصا انه ما في عندي بليدنج في هاي المنطقه واسهل لي اعمل اوبتريشن بعدين اسكر بالانتي اي واسكر الحشو النهائي بجلاس عينه. طيب الله يعطيك العافيه دكتور. وفي شيء استبعاد عرض على الحاله ولا خلصت؟ تمام اوكي. هون في عندي الصوره طبعا اخذتهم هذول الميكروسكوب لاقى الانتي اي والجلاس عينه من الحشو النهائي الموجوده عندنا. هلا هون عندنا اهم نقطه والخلاصه تاعت شغلنا كلياته، انك بعد 6 شهور تشوف فولو اب للحاله تاعتنا، وفي عندنا كومبليت هيلينج للليجن اللي موجود كان في منطقه البرفوكيشن اريا، والحمد لله رب العالمين، ورجع المريض لزميلنا وركب له الكراونات وكل شيء تمام. هاي جورنال بس حبيت احكي لك دكتور، انا بعتذر على التايم طبعا. هاي بحب يتبعها وشوف الدراسه اللي منشوره هاي بهذا الجورنال. طيب مشكور كثير دكتور، الله يعطيك العافيه على العرض الحلو والمختصر. طبعا هلا مرينا على عده نقاط بهذا المجال، وطبعا هون انت خدمت الطبيب المحول لانه رجع الكراونات نفسها. برجع بقول نحن بننحرج ونعمل الكراونات وصار في عنده مشكله، فكمان الطبيب غير موضوع الالم ما بده يخسر الكراونات اللي عملها. فمشكور دكتور ابراهيم قدرت انت تعملها. في نقطه كمان انا بس حابب اني ضوي عليها بالبدايه، انه انت قلت على موضوع الدياجنوزز بالبدايه انه ما في بروبينج. طيب دكتور انا بسالك سؤال، لو فرضا طلع عندك ديب بوكيت شو بيكون البروجنوزز؟ يعني بالبدايه اجاك البيشنت بهذا البرفوريشن الواسع وعملت بروبينج من البكل ولقيت ديب بوكيت وهذا البوكيت موصول مع البرفوريشن، كيف البروجنوزز بيكون؟ طبعا البروجنوزز عندك انت بور بروجنوزز في الحاله هاي. تمام اكيد. طب شو بتقول له؟ شو ممكن هيك البيشنت يعني؟ انا لا اخفي في الحاله هاي ممكن اروح على اول شيء مغامره، بحكم انه هون كان الريسك عالي انه نشتغل بهيك حاله بالطريقه هاي، فممكن اروح على اني الاغلاق بالانتيل الاول كمحاوله، اذا اخذنا ريزلت ونتيجه كثير منيحه ممكن احنا نتوجه ونكمل الاوبريشن للحاله هاي. طيب احنا انا برايي ممكن يكون عندنا مشكله بالبروجنوزز، انا مش عارف اذا في اسئله ولا لا، ممكن يكون عندنا مشكله اذا كان عندنا بوكيت صراحه بكل لينجوال، ممكن يكون عندنا مشكله انه السن قد يكون بده يروح للاكستراكشن. ممكن نعمل شغله ثانيه اللي هي نقسمه تو تيس، يعني نعمله نسميها تضحيه نقسمه لثنتين. هي كمان احد الحلول اللي ممكن نعملها. الحالة هاي كان التضحيك بتصور احتمال يكون شوي صعب بحكم كمية البيرفوريشن العالية، مع انه ما بيروح اكستراكشن يعني في النهاية، صح انه زرعة كمان او للدكتور بصح له يزرع بداله. يعني لا يمكن لطبيب الاسنان ان يموت جوعا. نعم يعمل كراون بيضرب العصب بيسحب العصب بيعمل بيرفوريشن بتفشل بيعمل امبلانت. الله الرزاق، الله يعطيك العافية دكتور. طيب عم بتجينا أسئلة شو هي التضحيك؟ جانا أحد الأسئلة شو هي التضحيك دكتور؟ فيك تجاوبون؟ أحد الأسئلة طبعاً. من دكتورة أريد شو التضحيك دكتور؟ التضحيك هو فصل الجذرين عن بعضهم ونعملهم على شكل ضواحك، طبعاً بحكم إنه بريمولر اللي موجود عندنا تلقائي بنفصله لجزئين وبنعالج جزئية هي الأقوى والأفضل بتكون وبنخليها بشكل ضاحك بريمولر. تمام. وفي دكتور سليمان كما بوجه له تحية كمان من فلسطين، يعطيكم العافية على اتحاد أطباء الأسنان فلسطين، كان لي هيك شرف إني أنا أعطيت محاضرة معهم. كمان عم يأكد على النقطة إنه ممكن نعمل تضحيك على النقطة هي اللي نحن ذكرناها.
عم شوف انا هلا هيك الحمد لله تقريبا انت بالمحاضره غطيت الافكار كلها. خليني انا لخص الحكي اللي قاله هلا دكتور، بس قبل هذا الشيء بدي انا اسالك سؤال. هل يا ترى كافي دكتور انه نحن 6 شهور عملنا ريكول؟ هل بهيك حالات البرفوريشن الواسعه نحن لازم نضلنا نتابع مريضنا فترات اطول ولا لا؟ يفضل حسب بعض الاستشارات من بعض الزملاء طبعا في هاي الحالات، يفضل مش اقل من سنة ونص اقل شيء نتابع الحالات هاي. طبعا لانه ممكن وارد يصير عندنا فيلير، ممكن يصير عندنا مشكله بالبوكيت بالجنجيفا، فبالتالي يصير عندنا مشكله. انا بدي اشكرك دكتور ابراهيم، كانت الحلقه حلوه كثير بوجود حضرتك. دائما بنقول نحن بنحب الاختصار، وصلنا الفكره بشكل كامل. انا هلا حلخصها، بدي اشكرك مره ثانيه، وبنرجع بنشوفك دكتور ان شاء الله بمناسبات اخرى، ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك. تحياتي لك دكتور، تحياتي لكل الزملاء فلسطين الحبيبي، يعطيك العافيه دكتور. طيب انا بدي ارجع اتشكر مره ثانيه دكتور ابراهيم على هالحلقه الحلوه، وبتمنى تكون وصلتكم. ودائما نحن بنحكي انه نحاول نجيب شيء من شغلنا بالعياده. اختصارا عندنا بيرفوريشن واسعه، اول شغله يا جماعه بس ضوي على النقاط اللي حكاها دكتور ابراهيم ونلخص الحكي، انه نعمل بروبينج لحتى ما يكون في عندي بوكيتس، لانه اذا كان في بوكيتس موصوله مع البيرفوريشن فالبروجنوزز بيكون سيء. مجرد ما صار بيرفوريشن نرجع نراجع مباشره نعمل له مانج غلط، المريض يضل فترة طويلة بدون ما ينعمل، لأنه ممكن هذا تزيد الاحتمالية أول. لكن دكتور حب يعمل علاج للكنالز ونظفهم بشكل جيد وحشاهم، استعمل بيوسيراميك سيلر لنقطة كتير مهمة، لأنه إذا طلع عندي سيلر ودخل بالبرفوريشن إيريا بيضل هو قادر ينظفه، لأنه سيلر بيوسيراميكس بتنظف بالمي أسهل بكتير ما أنه يكون عندنا إيبوكسي ريزين فهو بده الكحول. وبعدين سد البيرفوريشن بالMTA، وبعدين غطى بالجلاس ايونومير، وخلى الحالة للريكول بعد 6 أشهر. بتمنى تكون الحال الفكرة وصلتكم. إذا عندكم أي مجال، طبعا في مجال حط موضوع الباي باس، طبعا إن شاء الله بنحكي مع لقاءات أخرى. هلأ نحن مثل ما قلت لكم عم حاول ننوع من الوطن العربي، كنا بأول حلقة، نحن الحمد لله صرنا بالحلقة الرابعة، كنا بأول حلقة حكينا فيها مع العراق، الحلقة الثانية كنا مع مصر، الحلقة الثالثة مع لبنان، واليوم مع فلسطين. وإن شاء الله تعالى انطرونا الحلقة الجاية غالبا حتكون مع الأردن، فحنحكي كمان دائما وجهة نظر سريرية لأحد الأطباء الإندو اللي بيحبوا يشتغلوا الإندو بشكل كتير كبير. بتشكركم كتير مرة تانية، وبتأمل إنه تكون وصلت المعلومات واستفدنا كلياتنا من هالحلقة. وإذا عندكم أي سؤال ممكن تحطوه ترجعوا مرة تانية على الكومنتس. والدكتور إبراهيم مشكورا، هلا أنا عارف هو أون هولد لكن هو عم يسمعني، كمان ممكن يدخل على الكومنتات ويجاوب عليها. وبنرجع ان شاء الله بنلتقى معكم مره ثانيه بحلقه جديده، وبتابعكم وخليكم عم تتابعوا على الصفحه. مثل ما شفتوا انا بحب حاول احط شغلات متنوعه، صوره حاله سريريه، نقاش حاله، وان شاء الله بنضلنا متابعين نحاول نستفيد، وبكبر بمحبتكم وبشوفكم دائما على خير. يعطيكم العافيه. طلال نحلاوي.